كل باش نحكيو عن النجم الساح المقابله اللي باش تكون مع الفريق مع ترجي جرجيس. والبارح كان تم الاعلان على فسخ العقد مع المدرب حمد الدو بالليتوال. والمدرب حمد الدو باش ناخذوا اكثر تفاصيل من عنده هو شخصيا كيفاش تمت الامور. سي حمد شنو حوالك؟ مرحبا بك سلام. مرحبا بجميع الضيوف وتحيه لجميع المستمعين. شكرا لك سي حمادي. بون اول سؤال الحمد لله لك، علاش بعد ما تمت الاعلان وكل شيء علاش كان البارح تم الاعلان على فسخ العقد؟ لا والله من بعد المقابله معنا الاخيره كنت الملعب التونسي وقتها تفهمنا انا والاداره تاع النجم الرياضي الساحلي وكانت حتى المبادره معناها مني انا معناها شخصيا انه تعرف يمكن ساعات الامور ما تمشيش من المستحسن انه تبديل الاجواء وكان معناها بكل سهولة وكان معناها بالتراضي وكانت معناها بأسلوب حضاري جدا صار الخروج بتاعي من نجم الرياضي الساحلي. تقول لي الأمور الإدارية علاش كان البارح مش من توا؟ والله الاتصالات قعدت معناها من الأول مع فريق نجم الرياضي الساحلي مع مسؤولين نجم الرياضي الساحلي على أساس أنه يوقع الفسخ بتاعي. تعرف ثم أمور إدارية لكن الامور الاداريه هذه معناها لا تقصد للود قضيه معناها ما فماش حتى مشكله، بالعكس قعدت انا باتصال بهم وديك معناها وقت كلموني معناها ما صارش وقت كلموني قالوا لي سي حمادي تفضل باش نفسخ العقد. في ساعه من زمان كنت في سوسه وفي خمسه دقائق باسلوب حضاري بعلاقه ممتازه كان موجود امين الشرميتي كان موجود الكاتب العام تاع الفريق بأسلوب حضاري وبعلاقة معناها كانت قلت لك في خمسة دقائق انتهى كل شيء وأنا بدي نتمنى كان الخير لفريق النجم الرياضي الساحلي. أنا بدي ما نقضاش أنه مدرب ولا الإطار الفني بتاع النجم الرياضي الساحلي ما يوقعش معناها الكاليفيكاسيون تاعه، بالعكس لأني أنا فريق النجم الساحلي شفت منهم كان كل خير ونتمنى لهم كان كل النجاح إن شاء الله وما نحبش نقلق الناس. دونك كي صارت شوية ضمانات على طول معناها عملت ريزيليسيون دو كونترا ومشيت على روحي ونتمنى لهم كان كل خير بالحق معناها. معناها البارح خذيت مستحقاتك الكل من نجم الرياضي الساحلي والامور معناتها واضحه 5 على 5 هكا؟ من الاول الامور واضحه 5 على 5 مستحقات معناها ضمانات انا نقول لك ضمانات معناها فهمت كيفاش؟ ما ندخلوش في الامور معناها الاداريه ايزون بروبوزي حاجه انا وافقت عليها على طول قلت لك راني ما عنديش حتى مشكله بالعكس راهو انا جيتهم باش نسهل الامور وباش الامور تمشي وتقعد كان العلاقه الباهيه والكره راهي تقرب ما تبعدش وناس شفت منهم كان كل خير وشافوا مني كان كل خير ونتمنى لهم كان كل خير. باين سي حمادي ملي خرجت ما تكلمتش تقريبا هذا اول تصريح تعمله هكا ولا؟ لا صحيح. سؤالي سؤالي حبيت نعرف كيفاش تقيمها التجربه في النجم الساحلي؟ كان تقصيره نوعا ما ولا؟ بطبيعة احنا قعدنا ثلاثة شهور تو في مكالمة هاتفية ما نجموش نقيموا التجربة لكن الناس كل تعرف معناها بديت التجربة بتاعي مع إدارة معينة مع سي فهمي النايفر والإدارة بتاعه ومن بعد 15 يوم جاء سي زبير بيا دونك إدارة جديدة هيئة تسييرية جديدة سياسة جديدة زادة. باش نلخص لك معناها بسرعة الانتدابات كانت متأخرة شوية معناها خلات الانتدابات معناها الملاعبية ما يحضروش معناها بدنيا ومع بداية الموسم وبداية المباريات دونك اونيتي اوبليجي معناها باش نلعبوا الملاعبية هذوما هما موماش حاضرين بدنيا. حاجة أخرى لم يقع معناها لاكاليفيكاسيون تاع الملاعبية هذوما في المقابلة الأولى ضد الأولمبي البيجي دونك الامور هذه عطلت شويه معناها النتائج بتاع الفريق واحنا كنا متاكدين انه الملاعبيه اللي جبناهم ثم معناها بوتنسيال بي والبوتنسيال هذايا وقت الملاعبيه يحضروا من الناحيه البدنيه ويوليوا كومبيتيتيف اكيد انهم مش يعطيوا الاضافه ونتمنى ان شاء الله الملاعبيه هذوما في الاسابيع الجايه وفي معناها في المقابلات الجايه يعطيوا الاضافه لفريق النجم الرياضي الساحلي ان شاء الله. برشا انتقادات طالت الانتدابات سي حمادي خاصه مش من ناحيه الاسماء من ناحيه الجهوزيه كما كنت تحكي البدنيه. حابين نعرف كيفاش تم التعاقد معهم اللاعبين هذو. والله يا سلام هذا دوسي كبير برشا سلام انت توا فاجاتني بالسؤالات هذيا. انتدابات معناها ثم لجنه فنيه في النجم الرياضي الساحلي. اكيد اللجنه الفنيه هذه طرحت الاسماء تعرف اللجنه الفنيه فيها سي زبير بيا سي ايمن عبد النور سي منتصر عمار سي ياسين الشيخاوي سي امين الشرميتي
وقع طرح الاسماء هذه وصار الانتداب تاع الملاعبين. اسمك ديما كان سي حمادي بعد كأنه ما صبرش عليك معنا في النجم الساحلي، بعد كل جولة ولا جولتين تطلع حكاية التخلي عن حمادي الدو، وبعد تطلع الهيئة تكذب، حابين نفهم شنو صاير بالضبط سي حمادي. انا تعرف تركيزي كامل على الفريق بتاعي، ما ندخلش في اش قاعد يصير في وسائل الاعلام ولا في الكواليس ولا هذا صار صحيح، واكيد انه اعمل شوشره على الفريق هذا ما في حتى كلام. لما الملاعب من المقابله الاولى ومن المقابله الثانيه يشوف انه سيقع يعني التخلي على حمادي الدو، اكيد يصير هذا ينقص من التركيز بتاع الملاعبيه. لكن اللي ناكدوا انا حاولت نركز على العمل بتاعي وعلى الخدمه بتاعي، وما ندخلش في المتاهات هذيا. وكهو اخويا هذيك هي الكوره، وكيما قلت لك نتمنى كل خير للفريق النجم الساحلي. كيفاش تشوف الاختيار نتاع محمد المكشف التعويض؟ مانيش انا مش ان يعني مانيش انا مش نقيم زميلي محمد مكشف. محمد مكشف مدرب كفء، وين مشى خلى البصمات بتاعه، ابن النجم الرياضي الساحلي، يعرف الكواليس تاع النجم الساحلي، يعرف الخفايا تاع فريق النجم الساحلي، ونتمنى له كل النجاح ان شاء الله. سينو انت وين الوجهه ان شاء الله سي حماتي؟ والله مش نرتاح شويه، لانه زاد تعرف بعد زوز مواسم في الملعب التونسي وقبلهم موسم في السعوديه، بعد على طول معناها دخلت بعد نهائي كاس تونس، عدينا وقت الاكزامان تاع الكاف برو، من الكاف برو مشيت لفريق النجم الرياضي الساحلي، ما ارتحتش بالكل تو عندي معناها سنوات ما فيها باس واحد شويه يعمل شويه راحه، روتور زاده من الاكسبيريونس بتاعه، ويحاول معناها يرتاح شويه ومن بعد نختار الوجهه بتاعي ان شاء الله. صحيح سمع عروض، لكن مانيش مستعجل على العروض، ما فيها باس واحد يرتاح شويه زاده حاجه، ثم زاده ما ثماش كان الكوره، ثم العائله، ثم اذا ما فيها بيت واحد يرتاح شويه اخويا الغالي. ان شاء الله يعطيك الصحه، شكرا لك على دخلك معنا سي حمادي، وبالتوفيق ان شاء الله في بقيه تجربك وبقيه مسيرتك. عايش اخويا سلام. باهي خلينا ناخذ تعليق من عندكم. نبدا معك انت مروان. تقريبا الامور مشات كما كان يحكي سي حمادي، معناتها بسلاسه ما صارش مشاكل، معناها ونورمالمون محمد المكشفي باش يكون موجود الجوله القادمه على بنك البدلاء. سمعنا كل شيء، نقدموا له تحيه سي حمادي الدو، هذا حتى حد لا يشك في قيمته كمدرب، ونعرفوا الانجاز اللي عمله في الملعب التونسي بعد 20 سنه تحصل على كاس تونس، هذه تحسب لمحمد حمادي الدو. اليوم ممكن الوجهه اللي كانت للنجم الرياضي الساحلي يظل كما كان يحكي اليوم، الانتدابات اللي قامت بها معناتها متاخره النجم الرياضي الساحلي اللي هو معاون التوش في النجم الرياضي الساحلي، معناتها كونه اليوم معناتها الملاعبيه اللي قامت بهم الانتدابات النجم الرياضي الساحلي ما رضاش بهم محمد الدول الحقيقي، يقول لك اليوم ملاعبيه ما كانتش حاضره فيزيكمون، ما عطتنيش سيرتو الماتش الاول كونتر الاولمبي بيجو، نحن نعرفوا دوبي سيزون ماتش عنده اهميه، سيرتو ماتش الاولاني مفتاح معناتها البطوله، اذا معناتها تبداها بخساره الاجواء باش تدور عليه شويه. ميت بقى هذيك هي معناتها حال المدرب اليوم في تونس، ديما ساكو فوق دارو، حظ اوفر لمحمد الدو، حاجه بالي كونه من الهيئه معناتها اليوم كي تشوف من الكلام سي حمادي الدو والهيئه نتاع النجم الرياضي الساحلي وفات بحاجه باهيه كما قال، كان يشكر في الهيئه وقالك معناتها بون شونس محمد المكشر.